بطاطس تعالي كم. جود جيرل. ازيك ازيك يا بطاطس، عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ السلام عليكم يا جماعه وصباح الخير. النهارده هوريكم ازاي نعلم الكلب ان هو ينام تحت. انا بسميها داون، في ناس بتسميها تحت، ايا كانت التسميه تمام. هعلمكم ازاي انت كمربي تخلي الكلب ينزل داون. يلا تعالي تاتس كام. جود جيرل. تمام، اول حاجه احنا في حركه معينه زي ما اتفقنا، بنبدا بالحركات الاول من غير الكلام وبعد كده بندخل الكلام. بنبدا ازاي؟ بنبدا تعالي تعالي يا بطاطس كام، تعالي تعالي. ببدا بالفولو تريت زي ما اتفقنا، ان الكلب متعلم ان هو بيجي ورا المكافاه تمام، وبعد كده ببدا اعمل حركه معينه. الحركه دي اللي هي تعالي كده بطاطس، ببدا ايوه جود جيرل تمام، اللي هو ابدا احرك ايدي كده لحد جوه بالمكافاه والكلب ينزل وراها. دي اول حاجه خالص بنعلمها في امر داون. تعالي 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 جود جيرل تمام. بستناها لما تنزل النزله دي. طبعا بطاطس انا جربت معاها مرتين قبل كده فالموضوع اسهل شويه، بس انت لو كلبك واول مره الموضوع هياخد منك وقت شويه صغيرين. تعال بطاطس تعال جود جيرل جود جيرل. طبعا دلوقتي مش هتشغل بالك خالص بالقعده الصحيحه، انت كل اللي عايزه منه انه ياخد الحركه جود جيرل تمام. دي اول نقطة انك انت بتدخل الحركة للكلب تمام. تاني نقطة، احنا دخلنا الحركة دلوقتي اهي جود جيرل تعالي اهي جود جيرل تمام اهي جود جيرل. الكلب اتقن حركة ايدي مع حركة ايدي، بيعمل الحركة دي اب تمام. دلوقتي احنا دخلنا الكلب الحركة نفسها، هبدأ اعمل له الحركه وانه يتبع ايدي من غير مكافاه تمام، واول ما انزله ويتبع ايدي ويعمل حركه اخد مكافاه من ايدي الثانيه، او لو معايا الشنطه تمام اخد منها المكافاه واقوم مديها للكلب على طول اول ما ينفذ. تعال يا سكاي تعال يا بطاطس، ايدي فاضيه تمام جود جيرل جود جيرل. عمل الحركه كده فهو ارتبط باشاره ايدي اب. يلا يلا جود جيرل جود جيرل. يلا تاني يلا 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 جود جيرل تمام. نفس الفكرة، أتقن الحركة مشي ورا إشارة إيدي. يلا مشي ورا إشارة إيدي، بوري له إن أنا إيدي فاضية وبجيب له المكافأة من الإيد التانية. أبدأ النقلة اللي بعديها. النقلة اللي بعديها هي إيه بقى؟ أبدأ أدخل له اللفظ مع حركة ايدي داون جود جيرل جود جيرل اب داون جود جيرل جود جيرل داون تمام. بتتبع حركة ايدي مع بعتذر بس عشان حصلت مشكلة بالصوت، فهكمل بالمايك بتاع الكاميرا. وصلنا بقى لمرحلة ان انا بدي اشارة ايد من غير مكافأة وبقول اللفظ ببطئي، ولما بتقعد بكده تعالي يا استاذ تعالي تعالي تمام جود جيرل. يلا اب اب تمام جود جيرل اب اب تمام جود جيرل تمام. اتقنت الامر. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اقلل اشاره ايدي شويه. يلا اب يلا دحين يلا داون داون جود جيرل اب 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 داون يلا داون اب اب تعالي تعالي تمام. هنا هي هنجد فهقوم راجع خطوه تعالي داون جود جيرل اب يلا اب يلا داون
ده مش جود جير. بخلي حركة ايدي اقل اب. يلا تعالي كم جود جير كم كم يلا داون داون يلا جود جير اب. يلا داون يلا يلا داون داون يلا اب داون جود جير. بقلل برضو اشارة ايدي. يلا تعالي يلا داون يو. هي بدأت تستسكى شوية، فانا هعمل ايه؟ يا اما برجع خطوة يا اما احاول معاها تاني بالراحة. تعالي تعالي يلا داون جود جير جود جير يلا تعالي تعالي يلا داون داون جود جير يلا داون جود جود. تمام. هي بدأت تلقط الامر اللفظي، فانا هحاول اديها الامر اللفظي، ولما تاخد الامر اللفظي من غير اشاره ايدي هكافئها. يلا تعالي يلا ارتطس يلا يلا داون. تمام لسه ما لقطتش، هرجع خطوه. يلا تعالي يلا داون يلا جود 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 يلا داون يلا يلا داون يلا داون داون يلا لو داون داون جود جود يلا يلا داون يلا توت توتس داون داون جود جود. بدأت تلقط، بساعدها بإيدي بسيط بس بدأت تلقط. تعالي يلا تعالي داون يو تاتس داون داون جود بس كده. تمام. طبعا اللي حصل النهارده معانا ده كويس جدا بس كتير شويه، فاحنا هنوقف تمرين لحد هنا. اظن انتوا فهمتوا الفكره. تمام. هطلع فيديو تاني ان شاء الله نكمل معاها تدريبة تانية، لكن الفكرة وصلت الحمد لله. ان احنا زي ما قلنا بنبدأ بإشارة، بنبدأ بنوجه الكلب بإيدينا. تمام. وبعد كده بعد ما وجهنا الكلب بإيدينا بنوجهه بإيدينا من غير فيها مكافآت، وبعد ما بنوجهه بإيدينا ما فيهاش مكافآت بنبدأ ندخل الأمر اللفظي. بعد كده بنبدأ نسحب حركة إيدينا، وبعد ما بنسحب حركة إيدينا بندخل الأمر اللفظي. تمام. طبعا كفايه عليها كده النهارده، لان التمرين المفروض ما تعديش 5 دقائق 10 دقائق، وهي ناقص لها كده ايه؟ ناقص لها الامر اللفظي يخش وتبقى بتقعده من غير اشاره كتير. بس اتمنى تكون افدتكم، وشكرا جدا على متابعتنا. وما تنسوش يا جماعه تفعلوا الجرس. السلام عليكم.